إذا كنت من المتابعين الجدد، اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. حبايبي جريد فور، تعالوا ندرس حاجة اسمها كابستي. كابستي يا مستر زي إيه؟ زي الأويل، ووتر، جوس. طب احنا لما بنروح نشتري ازازه ميه، بقول للراجل والنبي اديني نص كيلو. لا. الازايز الميه الصغير او الكبير بيبقى مكتوب عليها ايه؟ حاجه من الاثنين دول، يا اما ليتر ملي ليتر. مين فيهم البيجر؟ الليتر اكيد. ايوه ركزوا بقى معايا. طب يا مستر هاو ميني ملي ليتر ان ليتر؟ يعني الليتر دوت لو عايز افكه ملي ليتر ايكوال كام؟ الله عليكي في الكلمه دي، قولي لي تاني. برافو عليكي، تايمز 1000. ليه يا مستر قلت تايمز 1000؟ اقول له بقى لو حبينا نهزر اجي اقول لك 1.2 لتر ايكوال، واحط لك هنا ام ال، واحنا اسئلتنا كلها تشوز، بس انا لازم احل قبل اللي تشوز. ها هنعمل ايه يا مستر؟ احنا معانا هنا ايه؟ لتر. عايز ايه؟ هنعمل ايه؟ وهنا عايزين نعمل تايمز 1000، يعني هنعمل دراج للبوينت للرايت كام موف؟ بس انا ما معيش غير واحد بس، يبقى هنرمي هنا ايه؟ يلا بقى مين يقول لي الانسر؟ 1 2. شكرا. دي اي ولا ايه؟ ملي ليتر ملي ليتر ملي ام اي دبل ال ال اي ليتر تي. لا اي اللي في الليتر. ليتر ار اي يا مستر. واحنا بنتكلم في درس الكابستي عندي كمان حاجتين مهمين. دي سي متر كيوب، دي سي متر كيوب، ده هو الليتر. يعني ممكن يجي يهزر معايا يروح قايل لي كده 2 لتر ايكوال، ويحط لي هناك دي سي متر كيوب، ويجي يديك في الانسر 20. طب 200؟ طب 2؟ طب 2000؟ يا ترى هيضحك علينا ولا احنا مصحصحين؟ طب احنا قلنا ايه الريليتد بتوين الديسيمتر كيوب والليتر؟ ايكوال. يا مستر انت ناسي، انا بفكرك بس عشان انت صايم. تاني يا مستر، ايه العلاقه ما بين الليتر والديسيمتر كيوب؟ ايكوال. يعني لو هنا في 2 يبقى هناك 2، هنا 3 يبقى هناك. ما يضحكش عليا ويلخبطني ويقول لي 20 و 200 و 2000. خد بالك يا ابو الحاج، وطالما الديسيمتر كيوب هو مين؟ يبقى السنتيمتر كيوب ده يبقى هو مين؟ الله عليكم. ايوه كده. يبقى يا مستر لو معايا ديسيمتر كيوب وعايزك سنتيمتر كيوب هتعمل ايه؟ ديسيمتر كيوب عايزك سنتيمتر كيوب، نعمل ايه؟ شكرا. طب ولو انا معايا سنتيمتر كيوب وعايز ابقى ديسيمتر كيوب؟ ايوه كده. يبقى يا مستر ادينا عملنا معلومه، ديسيمتر كيوب هو مين؟ ليتر. طب الديسيمتر كيوب مين اليونت الصغيره بتاعته؟ ولما يبقى ديسيمتر كيوب وعايزك سنتيمتر كيوب؟ شكرا يا مستر. طب تعالوا نلعب كمان لعبه حبايبي. مديني نمبر سنتيمتر كيوب وبيقول لي ايكوال، وخلي بالك في فرق بين ايكوال والابروكسيميت، وهنا ديسيمتر كيوب. لازم تتعلم يا ترى اليونت دي هي السمولر ولا البيجر؟ السمولر. وطالما سمولر يبقى هنعمل ايه؟ شطوره. ديفايد 1 ايه؟ طب انا ما بعرفش اعمل ايه؟ اروح للنمبر واعمل ايه؟ باك. ها موف تو ليفت 3 موف. ها 1 2 3. يبقى هتروح جايه هنا. طب الانسر تبقى ايه؟ اقول له ما انا هرمي من عندي 0، فيبقى 0.456 بس كده. طب المساله دي تتغير لو انا بدل الايكوال عملتها لك ايه؟ ابروكسيميت. وبعدين في الكونجروانت بتاعتك يا حاجه دينا كم بسرعه. هنا الراجل ده مديني ايه؟ ملي ليتر. لا يا ربنا يسامحكم هتخلونا افطر. ملي ليتر عايزه ايه؟ ليتر. هنعمل ديفايد ولا تايمز؟ ليتر.
ديفايد قد ايه؟ شكرا يا مستر. يبقى هنيجي للراجل ده ونعمل موف للليفت 1 2 3. يبقى انا هاجي هنا وارزع الايه بوينت، ما عنديش حاجه احط من عندي ايه، يبقى نروح نكتب الانسر. نيجي بقى نسال السؤال الجميل المره دي، هل انا بقول لك ايكوال ولا بقول لك ابروكسيميت؟ يبقى هل الانسر دي بتاعتك تتساب؟ لا. لا ومش كده وبس، في تشوز مش هتلاقيها او ممكن تلاقيها عشان يلخبطك. يلا بقى يا بابا، طالما ابروكسيميت يبقى نعمل ابروكسيميت لايه؟ للهول. فين الهول؟ الزيرو. عملنا له اندرلاين اهو. وبعدين نشوف الرايت زيزي. يلا بسرعه، هو ليس ولا مور 5؟ هو ايكوال. 5 اور مور تبقى ايكوال، تعمل اد 1. طب ولما تعمل له اد 1 الديجيتس دول ايه؟ زيرو. باي باي. يبقى كله هيديني كام؟ 1. والزيروهات دي باي باي يا مستر. وركز قوي معايا في العلامات وفي الابروكسيميت كده، بقينا جزء صغير. تعالوا نراجع نفس الكلام اللي قلناه في الويت، بس المره دي بنقوله مع الليتر او مع الديسيمتر كيوب. لما اقول لك هاف، الهاف يعني الهاف بتاع الفاوزن، الهاف اللي هي كام يا مستر؟ 500. يعني ما ينفعش اقول 0.5 ولا هاف، خليك فاكر، لان انا هنا بعمل تايمز 1000. طب الكوارتر؟ 200. الله عليكوا، ايوه كده. طب وكمان الثري كوارتر بنعمل لدول بلس، لو احنا بننسى يبقى 750. طب لو معاهم هنا نمبر ماليش دعوه بيه، ده الهول. اتفقنا؟ تعالوا بقى نشوف مع بعض انذر اكزامبل.